الواحد بيقول هل الانسان اللي ربنا ياخده وهو صغير وكان بيحب واحدة هل تبقى الواحدة دي في ذاكرته وهو فوق في السماء؟ السلع جيبة دي اللي جيبة الوحدة. إذا كان بيحب الوحدة دي حب بريء تمر، وإذا كان بيحبها حب بريء يبقى نشك إنه هيروح السماء. لكن يعني مدام صغير، هو مش صغير على الحب برضه ولا ايه؟